Now please welcome the Civil Infrastructure Engineering Program Unit Head, Dr. هيثم نور الدين زهر. ومع مدير قسم الهندسة المدنية دكتور هيثم نور الدين زهر. السلام عليكم. أحب أرحب بكم في كلية الهندسة جامعة عين شمس. البرامج البيانية هنا أوت. أنا اسمي هيثم زهني. إن شاء الله أديكم فكرة سريعة جداً عن برنامج Civil Infrastructure. خلال البرزنتيشن الصغيرة دهيت هنتكلم على كديفينيشن سريع بس يعني إيه Civil Engineering، يعني إيه Civil Infrastructure، إيه هتدرس إيه في البرنامج، إيه مجالات الشغل المتاحة بالنسبة لك، فتاخد فكرة بس عن إيه البروجرام. زي ما الدكتور محمد كده تفضل وقال ايه البروجرام، ايه مجالات الشغل، ايه نظام الدراسه عندنا، ايه وايه فرص العمل. في البدايه خالص، هو السيفل انفراستراكشر يمكن الاسم يبقى غريب عليكم شويه كده، هو ما هو الا سيفل انجينيرنج. احنا عندنا في احد البرانشز بتاعه السيفل انجينيرنج المهندس المدني. المهندس المدني طبعا انتوا في الشغل على طول موجود، عمره ما السوق بتاعه بيقف مهما حصل فيه تشبع. بس ارجع واقول حتى لو السوق متشبع، احنا عندنا الجراديوتس عندنا بتبقى سكيلز والمعلومات عندهم بتديهم ادفانتج جامد جدا في السوق، لدرجه ان احنا عندنا ال 24 خريج في منهم 19 اوريدي اشتغلوا، وخمسه نتيجه زي ما هنتكلم في الاخر خالص، في خمسه اوريدي خلاص اخذوا منح ماستر وسافروا في امريكا حاليا بيدرسوا الماستر هناك من خلال الاوبورتونيتيز اللي من خلال الاكتيفيتيز اللي بتتم خلال برنامج السمستر ابرود. الفيزيتنج بروفيسورز اللي بييجوا يدوا ليكتشرز للستودنتس بيحصل معاهم كونتاكت، فبتبقى عمليه السفر للطالب خلينا نقول اللي هيبقى متميز وناوي يسافر، فبتبقى عمليه السفر سهله جدا. عموما انت مفروض خلال البرنامج، انت مهندس المدني مفروض بتعمل اربع او حاجات: انك تبتدي المشروع تخطيط للديزاين لمرحله الكونستراكشن وانشائه، وبعد الانشاء هتبقى مرحله الاوبريشن والمينتيننس بتاعته. فالسوق الستراكشرز اللي هتعمل لها بلاننج او هتعمل لها البروسيدرز الاربعه دول، سواء كانت بيلدينجز سواء كانت رودز سواء كان ايربورتس ريلويز نتوركس، اللي هي المنشآت عموما، ما بين اول المباني العاديه لغايه المنشآت الانفراستراكشر اللي هي منتشره جدا، واحنا كلنا شايفين الطفره في المشاريع في مصر الخاصه بالبنيه التحتيه والتعمير. المشاريع مش هتخلص خالص، في بادجت مفتوحه، والعمليات التوسع سواء في المجال بتاع الترانسبورتيشن او مجال الشبكات عموما للانفراستراكشر الانفايرومنتال سيكتور، وده بقى برانش مهم جدا وعليه طلب كتير جدا في السوق حاليا. يعني في احصائيه لينكد ان عملتها او منشور على لينكد ان، وادي السايت يعني اللي ممكن تتاكدوا من المعلومه دهيت، ان اكتر خمسه ميجرز من الميجرز بتاعت سيفل انجينيرنج الريكوايرد على مستوى العالم كلها عليهم طلب، يعني في الترانسبورتيشن انجينيرنج، الانفايرمنتال انجينيرنج، الاستراكشر، الووتر ريسورس، الجيوتكنيكال انجينيرنج. دول اكتر خمسه ديسيبلينز او خمسه سبيشاليزيشنز كونسنتريشنز من الكونسنتريشنز بتاعت برنامج مدني اللي موجود مطلوب على مستوى العالم. دي منشوره على لينكد ان. طيب انت هتتعلم ايه في البرنامج عندنا؟ زي ما قلت لك البرنامج ده هو بيدي لك اوبورتيونيتي انك بتاخد فكره عن جميع الديسيبلينز بتاعت المهندس المدني. بتبقى عندك جميع البيزكس بتاعت جميع التخصصات المختلفه. وبنطرح لك في الاخر بعض الكونسنتريشنز من خلال الجراديويشن بروجكت وبعض الكورسات الالكتيفز اللي بتخدم السبيشاليزيشن، تاخد نولج زياده في الموضوع دهوت حسب الثلاثه ديسيبلينز الاساسيين عندنا اللي هم الترانسبورتيشن والانفيرومنتال والووتر ريسورس. دول السبيشاليزيشنز
اللي هتزود فيهم السكيلز بتاعتك من خلال التو جراديويشن بروجكتس والسينيور سيمينار والاربعه الكتيفز كورسات الكتيف. بندرس استراكشر زي ما قلنا هندرس مدني عام، ففي كورسات خاصه بالاستراكشر وفي كورسات خاصه بالماتيريال، كورسات خاصه بالديزاين بتاع الكونكريت والستيل استراكشرز، في عندنا كورسات ريليتد للسويل والديزاين اوف فاونديشن، في عندنا كورسات خاصه بالترانسبورتيشن و من اول البلاننج لتخطيط النقل للهاي واي للريل واي. دول في الكورسات الكور الكومبلسري اللي هي الاساسيه اللي كلكم هتدرسوها، جميع طلبه البرنامج بيدرسها، بالاضافه الى اجزاء خاصه بالبلاننج اند سكيدولينج مانجمنت، لان زي ما قلنا احنا برضو بنأهلك انك تدير المشروع، فانت لازم بيبقى عندك البيزكس بتاعت المانجمنت بتاعت البروجكت من اول البلاننج. في احد الكورسات برضو اللي هي خاصه بالانفرا استراكشر نتورك بلاننج اللي هي تخطيط الشبكات عموما، تخطيط المدن عموما. انت لما عايز تعمل منطقه جديده هتعمل عاصمه اداريه بتبقى لايرز، طبعا بيبقى فيها حاجات للسوفت وير، بس انت بتبتدي تشوف ايه اللايرز بتاعتك، ايه الشبكات عندك عامله ازاي، الطرق، شبكات المياه والصرف، شبكات الكهرباء، شبكات الغاز، كل شبكات النتوركس بتاعت سواء اي ترانسبورتيشن او مباني واللاند يوز. فالجزء بتاع البلاننج ده هو بيبقى موجود عندنا في احد الكورسات، وبالاضافه الى الكوستال والبورت انجينيرنج. فالترانسبورتيشن السبيشاليزيشنز عندنا بتلاقي ترانسبورتيشن زي المشاريع دي هي الهاي واي ومشاريع الريل واي، كل دي مشاريع ريليتد للسيبلند هاوت. الانفايرومنتال والسينيتري زي ما قلنا شبكات المساحه ازاي بتعمل لاند يوز، الووتر انجينيرنج، كل دي مشاريع او الديسيبلينز زي ما قلت لك بتبتدي من مرحله البلاننج لمرحله الديزاين لمرحله الكونستراكشن لمرحله الاوبريشن والمينتيننس بتاعت البروجكتس ديت. طيب ده اللي هتدرسه، هتشتغل فين لما تتخرج؟ مجالات الشغل طبعا عندك من اول القطاع الخاص برايفت سيكتور، سواء مكاتب استشاريه او مكاتب شركات مقاولات، للجوفرمنتال اوثوريتيز زي وزارات ومجتمعات عمرانيه، سواء وزاره اسكان، وزاره تخطيط، وزاره موارد مائيه، فكل دهيت والمواني، فكل دي ديسيبلينز مختلفه او اماكن شغل مختلفه. يعني لو قلنا انت ليه هتختار البرنامج دهوت او ايه يميز البرنامج دهوت، انت زي ما قلت لك انت اللي يميزك انك انت مهندس مدني عام بتاخد البيزكس بتاعت جميع النوليدج بتاعت جميع البرانشز بتاعت الديسيبلينز بتاعت مهندس مدني، بتحطك على التراك انك انت تقدر تشتغل تنمي من نفسك بعد كده في اي برانش انت عايز تتخصص فيه. بلس زي ما قلنا هيبقى السبيشاليزيشن عندك في ثلاثة تراكس بندي عليهم كونسنتريشن حسب اللي كنا اتكلمنا عليهم قبل كده. ولو ده كان رأي احد الطلبة يعني عندنا، هو الصوت مش واضح بس هو كان الفيديو الصوت بيطلع ولا خلاص مش مشكلة، هو صوت بس معلش بتاع الفيديو مش ظاهر. طب زي ما باشمهندسة ناتالي اللي هي كانت السبيكر في الريبريزنتيف يعني على البروجرام جراديوتس هنا قالت، احنا برضو من ضمن الحاجات الأساسية عندنا الجزء بتاع التريننج. الجزء بتاع التريننج دهوت بنهتم بيه. صحيح انت اللائحه عندك مثلا سي هتقول لك عندك 8 ويكس، بس احنا ريكومندد انك انت ان شاء الله يبقوا 20 ويكس، كل ما زودت كل ما كان احسن، انك انت التريننج دهوت بيدي لك بيكمل الاكسبيرينس بتاعتك، بتكمل البيزكس بتاعتك، سواء كان تريننج ريليتد لسوفت ويرز مختلفه. احنا طبعا في الكورسات بندي البيزكس بتاعت السوفت وير، بس انت عايز تاخد مور ديب اكتر، تاخد كورسات اكتر، تنمي من نفسك اكتر.
سواء كانت بروجكتس او سوفت وير او فالمهارات اللي بتكتسبها من التريننج نتيجه مجموعه من الاتفاقيات مع جهات مختلفه وبيبقى التريننج ريليتد للليفل بتاعك. يعني انت حسب الليفل انت هتروح تاخد ايه. مثلا في المرحله دي مثلا هتاخد حاجات سوفت وير، المرحله دي هتاخد تنزل في مكاتب استشاريه، المرحله دي هتنزل مواقع وهكذا. فالاضافه الى الموضوع ده هو عندنا اتفاقيه او بروتوكولات تعاون سواء مع هيئه الانفاق او مع مركز بتاع بحوث المياه. مثلا في بعض الطلبه بياخدوا دورات على السوفت وير وعلى هناك اليومين دول كمان، بالاضافه الى زي ما قلنا شركات المقاولات. فدي صور للطلبه اللي هي كانت بتعمل تريننجز. ده كان فرش المقاولين العرب، ده كان سبيكر احد البروفيسورز فيزيتور بروفيسورز. دي الطلبه كانت في الكايرو ووتر ويكس بيخشوا في المسابقات. ده برضو كان تريننج في محطه نويبع بتاعت الاي او سي الجامعه الامريكيه. ده في المترو الانفاق محطه كانت عدلي منصور. ده فانت بتاخد ديزاين ده في اللي هو انترشيب كانت الطلبه اثناء السمستر ابرود اللي بيسافروه. بنشجع احنا الطلبه ان هم لو الطالب قدر يجيب زي سكولرشيب او منحه ان هو يطلع يسافر سمستر ابرود بنساعده اكاديميا وبنظبط معاه التري بتاعته بحيث ان هو ما يحصلوش اي تاخير في الدراسه، وان هو بنشجعه ان يسهل له امور ان هو السفر دهيت. فده صور من التريننجز بتاعه الطلبه كلها في المواقع المختلفة. وزي ما قلنا ده الإحصائية. احنا برنامج جديد كانت أول دفعة اتخرجت منه كانت السنة اللي فاتت اللي هي دفعة سبرينج 24. يعني كان عندنا 24 خريج. ده الاستاتيستكس بتاعت كلهم بلا استثناء. زي ما قلت لحضراتكم في 5 منهم في أمريكا حاليا، من اول ما خلصوا سافروا خلاص التحقوا في الفول دهوت، فهم دلوقتي مسافرين. الدراسه عندهم من اول 9 يعني، فهم سافروا خلاص. وفي عندنا دي الشركات اللي اوريدي الطلبه اتخرجوا من هم في بيناقشوا المشروع ده. نتيجه ان احنا عاده في مناقشه المشروع بنستعين بمحكمين يناقشوا المشروع من مكاتب وشركات بره، بحيث برضو ان هو ده بيساعد ان هو لما بيجي يناقش الطالب ويعرف مستواه سواء اثناء التريننج او لما بيروح تريننج سواء اثناء مناقشه المشروع. ده بيعمل زي ريكروتمنت للطلبه، بيساعدهم ان هم يلاقوا فرص شغل كتير. وفعلا الدكاتره لما جت تناقش المشاريع وكده اهوت اوريدي الطلبه كلهم جالهم اوفرز شغل في المكاتب دي كلها. ده باختصار شديد ما يخص البرنامج بتاعنا بتاع سيفل انفراستراكشر. وتحت امركم في اي استفسارات لو في اي سؤال يتعلق بالبرنامج. وانا الدكتور هيثم زهني اليونت هيد، وبيساعدني في اداره البرنامج الدكتور محمود عبد المؤمن، ومعنا احد الطلبه اللي هو مصطفى عماره المفروض ان هو قاعد في الوسط هنا. فهنبقى معاكم لاي استفسارات وشكرا.